بمناسبة الأعياد الوطنية تقام المسرحية الفنية الإبداعية املأ الدنيا ابتسامة الثانية التي أقامها مكتب الثقافة بتعز لاختتام فعاليات احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر. حاكت الحياة ما بين حكم الإمامة وانطلاقة شراز 26 من سبتمبر، رسمت الأحداث بكل تفاصيلها من ظلم وجهل وحتى فقر عاشه اليمنيون، وكيف أجمع أحرار 26 من سبتمبر لاستمداد ثورة شاملة على حكم إمامي بغيض، فكان لبوزة والثلاية خير دليل، وحتى الزبيري وغيرهم في موكب الحرية والكرامة والثورة السبتمبرية. احتفاء يقدمه مكتب الثقافة وفريق مكتب الثقافة في تعز بعنوان املأ الدنيا ابتسامة، من خلاله نقدم فقرات مسرحية فنية متنوعة تنتمي إلى الثورة، تنتمي إلى الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر، وأيضا تحتفي وتقدم السلام والمحبة والفرح لهذا الجمهور التواق، الجمهور الذي ما زال محاصرا، ما زال منكوبا. برنامج جميل نختتم به هذا الاحتفاء الذي قادته تعز وكانت فيه مشعلا وتنويرا رائعا وكانت أيقونة وتصدرت كل المراكز، ما زالت تعز تحافظ على صدارتها الوطنية، وهذا هو مسك الختام. تخلل الاحتفال والمسرحية كلمات تتحدث عن الأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر وأثره الإيجابي في مسيرة شعب وحياة نضال ناضل عليها الأولون ويفخر بها أبناء اليمن قاطبة. نحن نشكر مكتب الثقافة ومكتب الشباب والرياضة على هذا التكريم، تكريم للصورة. قلما تجد هناك من يهتم بالجوانب الفنية التي توثق هذه الأحداث التاريخية والأحداث التي تعتبر جزء تاريخي من الوطن. افتقدنا كثيرا هذه الخطوات، لكن مكتب الشباب والرياضة ومكتب الثقافة كانوا على قدر المسؤولية وقاموا بتكريم الفنانين في هذه اللحظات. نحن سعداء جدا بهذا التكريم وسعداء أكثر بهذه الالتفاتة الحكومية التي نادرا ما نجدها. املأ الدنيا ابتسامة، آخر فعاليات الاحتفاء بال26 من سبتمبر من مكتب الثقافة بتعز.